بدنا ناخد اول حرف مفتاح ميم اول حرف. طيب بعدين الصبار ص يعني بتصير مص، بعدين الرمان راء بتصير شو بتصير؟ نعم نعم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم، تحدي معرفة اسماء الدول، الغاز للعباقرة. السلام عليكم يا جماعة، وعدنا اليكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. قبل ما نبدأ يا جماعة، وصلنا 2 مليون. قرأت تعليقاتكم، تبريكاتكم الجميلة، شكرا 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 شكرا. وكمان وانتم بألف خير بمناسبة العيد، اليوم تاني يوم عيد ومع ذلك عم بنزل لكم فيديو، شفتوا كيف؟ قبل ما نبدأ يا جماعة ما تنسوا اكبسوا لايك. بتعرفوا انه لو كبستوا زر اللايك راح تصير اشياء حلوة بحياتكم؟ اللي بيكبس لايك بيربح مليون دولار، بيربح اشياء كثيرة حلوة. يا سلام بالله كيف التسويق، اكبسوا لايك. واللي مش مشترك يشترك بالقناة. نعم يا جماعة، واللي مشترك شو يعمل؟ انتوا والله لحظة، انتوا جاوبوني شو يعمل؟ اللي مشترك بالقناة شو يعمل؟ نعم يفعل جرس التنبيهات، صح، عشان لما انزل فيديو يطلع لكم تنبيه انه مونتي نزل فيديو. يا سلام تدخل تشوفه. يلا 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 جاهزين نبدأ؟ هيا بنا. طيب المستوى السهل، يا سلام في مستويات يا جماعة، مستوى سهل بعدين مستوى صعب. طيب خذ اول حرف من كل صورة لتكوين كلمة. طيب من كل صورة بدنا ناخذ اول حرف. طيب عنا اول صورة مفتاح، وتاني صورة صبار، وثالث صورة رمان. بدنا ناخد اول حرف مفتاح ميم اول حرف. طيب بعدين الصبار ص يعني بتصير مص، بعدين الرمان راء بتصير شو بتصير؟ نعم نعم مصر، اجابة صحيحة، اول جواب هو مصر، تحياتنا لاهل مصر يا جماعة. نعم 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 اجابة. شوف شوف اخي انا يعني انا ختمت علم الذكاء يا جماعة، لسه يا مونتي اصبر، انت اول سؤال لسه، احنا لسه بالمستوى السهل. طيب يلا خذ لحظة، اول صورة هي قفل صح يا جماعة، وتاني صورة هي طبل صح. طيب وتالت صورة رمان، حلو، اول صورة حرف القاف، تاني شي طاء، وتالت شي راء. يا سلام والله انه هي سهلة يا اخي، سهل والله، سهلة. الله يستر على اللي جاي يا جماعة. طبعا الاجابة هي قطر، تحياتنا لأهل قطر يا جماعة. نعم 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 اجابة صحيحة، اجابة صحيحة. يلا 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 نشوف اللي بعده، ان شاء الله اللي بعده ما يكون صعب، يكون هيك يعني شي سهل ان شاء الله. احنا لسه بالمستوى السهل يا جماعة، لسه احنا بالمستوى السهل. يلا يلا نكمل. الله أربع صور. طيب أول صورة عنب، بعدين مفتاح، بعدين أناناس، بعدين نحل. طيب عنب ع مف عم لحظة عم 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 يعني أول اثنين عم، بعدين عم أناناس ا عما عمان عمان دولة، عمان مدينة بالأردن، عمان بس لا عمان عمان طبعا عمان، انا بعرف انه عمان بس عم بختبركم، طبعا عمان جابوه عمان، تحياتنا لاهل عمان يا جماعه. في عمان مدينه بالاردن انتوا بتعرفوا. اوكي المهم المستوى المتوسط. هلا وصلنا للمستوى المتوسط، يا سلام ما شاء الله، صار عنا تمساح، تمساح وورد. طيب تاء اول شيء تاء، بعدين وتو وتو تو، بعدين شو هذا نمل. طيب تون بعدين سنجاب، تونس تونس. نعم إجابة صحيحة، أتوقع أنه هي تونس، أتوقع يا جماعة هي تونس إن شاء الله، أكيد تونس، تحياتنا لأهل تونس يا جماعة. اليوم حنوزع تحيات على كل الدول العربية اللي بتطلع معنا اليوم، وتحياتنا لكل الدول العربية من هلا يا جماعة. طيب يلا يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. إجابة صحيحة تونس، نعم المستوى المتوسط، إحنا لسه بالمتوسط يا جماعة. يلا 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 نستنى. قل هذا إذا هذا متوسط شو هذا؟ عظمة ولا دجاجة؟ أول شيء دجاج، بعدين بومة صح، دا بعدين با يعني دم دب، لا دجاج بعدين بومة يعني با، بعدين نمل، بعدين أناناس يعني بعدين نمل. لحظة خلنا نعملها بسرعة. دا دب دبن دبنان دبنان دبن دب دب دبنان لبنان، لا مش لبنان، مش عارف لبنان.
لحظة، هم قصدهم مش دجاج، قصدهم لحم. يعني أنا قلت لبنان، قلت لبنان صح يا جماعة؟ والله أنا حكيت لبنان، تحياتنا لأهل لبنان يا جماعة، بس هم حاطين أول شيء دجاج، ما حاطين لحم. أنا ما فهمت لحم، بس حلو إحنا جبناها يا جماعة، إحنا جبناها خلاص جبناها. نعم نعم، يلا اللي بعده، المستوى المتوسط. إحنا لسه بالمتوسط، إذا هيكم متوسط والله لنشوف الصعب كيف راح يكون. طيب أناناس، بعدين هاي لحم مش دجاج. نعم، بعدين يد، بعدين مفتاح، بعدين نحل. طيب أول صورة أ، بعدين لحم ال، اليا، اليم، نح، اليمن. اليمن، تحياتنا لأهل اليمن يا جماعة. نعم، الإجابة هي اليمن، طبعا اليمن، اكيد اليمن، اكيد اكيد اكيد، لانه ا اناناس، بعدين لا 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 اليمن. اجابه صحيحه. طيب هالمره اللحم ما لخبطنا مثل اللي قبل، المره عارفين انه هو لحم. طيب المستوى المتوسط، احنا لسه يا جماعه بالمتوسط. طيب يلا يلا نستنى. لا، طيب اول صوره اناناس، بعدين لحم، يعني ال اول شيء اناناس، بعدين لحم، لا يعني ال، بعدين كلب، الك، بعدين ورده، الكو، الكو، بعدين الكو، بعدين يد، الكويت، بعدين تمساح، الكويت، الكويت صح، الكويت، الكويت، تحياتنا لاهل الكويت يا جماعه، الكويت واضحه، بس والله عقدوها يا جماعة، والله حطوا يد وتمساح وما بعرف شو، والله صعبوها صراحة. هلأ دخلنا بالمستوى الصعب، والله الله يستر، الله يستر يا رب تكون الأجوبة كلها صحيحة. لحظة لحظة، شو هذا؟ طيب أول صورة جيم، جمل. طيب جا، بعدين يد يعني جي، بعدين حمامة جيح، بعدين وردة جي جيحو، بعدين تا جيحوت، بعدين يد جيحوتي، جيبوتي، جيبوتي مش جيحوتي، جيبوتي، اتوقع جيبوتي يا جماعه صح، اتوقع جيبوتي، بس شو دخل بو بالاصبع؟ ما مش عارف، بس جيبوتي، 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 والله كنت عارف. كيف صارت جيبوتي؟ هي بطه مش حمامه. انا قلت حمامه. والله كويس، بس والله طلعت الاجابه صحيحه صراحه، الاجابه صحيحه يا جماعه، تحياتنا لاهل جيبوتي. يلا نكمل، يلا نكمل المستوى الصعب، لسه احنا بالمستوى الصعب. طيب ارنب، بعدين لحمه، يعني ال، ال، عقرب، الع، رمان، العراق، العراق، بدون ما اكمل عرفت انه العراق، تحياتنا لاهل العراق، مبينه والله، يعني واضحه واضحه، مبينه مبينه، الرمان والاناناس واخر شيء القلم، يعني العراق. نعم، اجابه صحيحه. انا عارف انه اجابه صحيحه، يعني مش محتاج انه نستنى الوقت، لانه احنا واثقين واثقين، قلت لكم قلت لكم قلت لكم العراق العراق. طيب تحدي العباقرة، ايش في هون كمان؟ خلصنا الفيديو ولا ايش في؟ لا، لحظة لحظة لحظة، اوكي اوكي لحظة، اول شيء سنجاب يعني س، بعدين سين، يعني بعدين وردة سو، سوريا، تحياتنا لأهل سوريا، بس انه لا مش سوريا، استنى، يد سوي، سوي، سويس، سويس، را، سويسرا، سويسرا يا جماعة، رمان، بعدين أرنب، سويسرا صح، أتوقع سويسرا، سويسرا صح، إجابة سويسرا. أجيب في التعليقات، العباقرة سيعرفون الحل، قول يا جماعة اكتبوا لي بالتعليقات شو الكلمة، إذا كانت سويسرا اكتبوا لي سويسرا، إذا كانت غلط قولوا لي إذا غلط، ها يا نشوف. إذا عجبكم الفيديو يا جماعة اكبسوا شير وابعتوه لأصحابكم عشان هم كمان يستمتعوا. نعم، وبس والله يا جماعة فيديو خفيف لطيف، ابتسموا دائما يا جماعة، ابتسموا دائما، خليكم مبسوطين وفرحين، ونراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير، سلام.